سيادة العميد، أريد تعطيني ما الذي يحدث أو حدث اليوم في ميسان من خلخلة في الوضع الأمني؟ هنالك جرحى في القوات الأمنية عندما كانوا يؤدون واجباتهم، وهنالك أيضا نزاع عشائري ملفت للنظر استخدمت فيه أسلحة مخيفة بين عشيرتين. لماذا يخترق القانون بهذه الطريقة ويتم التعدي بهذا الشكل في هذه المحافظة؟ إلى أين تعزي الأسباب الحقيقية لمثل هذا الانفلات الأمني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة حدث اليوم عند القوات الأمنية أداء واجباته وتنفيذ أوامر القبض حسب أوامر وتوجيهات دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الداخلية. قامت القوات الأمنية اليوم في عملية استباقية في منطقة قضاء المجر الكبير، منطقة الوادية. الحمد لله قامت القوات الأمنية بتنفيذ مهامها واجباتها بشكل صحيح، وبعد مداهمتها لأحد المنازل خرج أحد المطلوبين على المدى 406، يعني قتيل، خرج وبيده رمانة يدوية وأراد تهديد القوات الأمنية المشتركة ما بين الجيش والشرطة. طيب، فكان يتصور بأن القوات الأمنية سوف تنسحب وتتخاذل وتعطيه الفرصة للانسحاب والهروب من قبضة العدالة. نعم. ولكن وجد القوات الأمنية باقية وجاهزة وأرادت التفاوض معه لتسليم نفسه، ولكن أبى هذا الرجل ولم يقبل بالتفاوض، وبعد ذلك قام بالانتحار فقتل نفسه تقريبا بحدود 3 إلى 4 ساعات. تمت نقله إلى المستشفى وبعد ذلك تمت وفاته وإصابة المرافق له بجروح، وما أدى إلى إصابة آمر الفوج من الأخوة في الجيش البطل، وكذلك بعض المنتسبين من قواتنا الأمنية وكذلك من الجنود.